مخطط معاهدة لوزان الثانية حول شنغال، وقصة الإدارة الذاتية، ومهمة الباكاكا ووظيفتها. الجزء الأول، هل العراق جحيم أم خلاص للإيزيديين؟ في الآونة الأخيرة تحدثت وسائل إعلام حزب العمال كردستان باكاكا كثيرا عن الإدارة الذاتية لشنغال، ورددت متزعمة أن بإمكان الحكومة الاتحادية في بغداد الاعتراف بالحكم الذاتي أي الإدارة الذاتية لشنغال. ومن المفارقات أن خطى الباكاكا حول شنغال وضغوطات قواتها المسلحة على إقليم كردستان في الجانب الآخر، والضغوطات الاقتصادية والسياسية للحكومة الاتحادية في بغداد على إقليم كردستان تجري بموازاة بعضها البعض. ورغم محاولات بعض الأطراف من إظهار مشروع الإدارة الذاتية لشنغال كعملية طبيعية، ولكن لدى تقييم الوضع الجيوسياسي في المنطقة سيتضح أن هناك مخططات ومؤامرات خطيرة ومخفية تحت مطلب الإدارة الذاتية لشنغال. شنغال. ما هو تقرب الدولة العراقية من الإيزيديين؟ منذ تأسيسها ولغاية اليوم فتحت الدولة العراقية الأبواب على مصارعها لعمليات إبادة شنغال ودمارها. فبادئ ذي بدء أجبرت الشعب الإيزيدي في شنغال على الابتعاد عن ملاذهم وحصنهم الوحيد ألا وهو جبل شنغال، والتوجه صوب السهول والصحارى المجاورة. وبطبيعة الحال لم تكن هناك أي فرص مهيئة لزراعة وتربية الحيوانات، ما جعل الناس محرومين من قوة الدفاع عن النفس وكذلك الاكتفاء الذاتي. كما تم استخدام الكرد الإيزيديين الفقراء في شنغال ضد الكرد خلال عهد صدام، فمن ناحية حاول صدام تعريب الإيزيديين، ومن ناحية أخرى لم يدخر جهدا في قلب الكرد ضد الكرد أي ضرب الكرد بالكرد. أعد دول عربية كالعراق ولبنان وبعض الأطراف في دول أخرى كأرمينيا العديد من الوثائق التي تزعم أن الإيزيديين ليسوا كردا، علما أن الإيزيديين هم كرد أصلاء، فحتى كتابهم المقدس مكتوب باللغة الكردية ويؤدون طقوسهم وشعيرهم كالصلاة والعبادات باللغة الكردية. فحاولت الدولة العراقية تأسيس جماعة إيزيدية مرتبطة بها وسلخهم عن قوميتهم الأصيلة. بعد الإطاحة بنظام صدام لم يتغير موقف الحكومات المركزية المتعاقبة في بغداد، ولطالما بات الكرد الإيزيديين يتامى الأم في ظل الدولة العراقية. ففي صدارة المواطنة في العراق يأتي العرب الشيعة، يليهم العرب السنة، ثم المسيحيون، ثم الكرد، وأخيرا يأتي الكرد الإيزيديين. وعندما تتعلق القضية بالكرد يتحد السنة والشيعة معا على الفور. ورغم مرارة هذه الحقيقة يتم تعريف الكرد الإيزيديين في الشرق الأوسط بأنهم عبدة الشيطان، بمعنى أن فكرة قتل الرجال وسبي النساء والذراري وبيعهن في أسواق النخاسة ليست ذهنية داعش فحسب، بل هي ذهنية الدولة العراقية منذ قرن. فالعراق تعيش أسوأ صور الإسلام وأشكاله. فلو تركنا اختلاف الأديان جانبا، فالصراعات الطائفية والمذهبية بين أبناء الديانة الواحدة نفسها نجمت عنها تحليل دماء بعضهم البعض وضرب رقاب بعضهم البعض. فما زالت الشيعة والسنة يضربون أعناق بعضهم البعض باسم الدين وتحت راية الله أكبر. الملاذ الوحيد للديانات الإيزيدية في الشرق الأوسط هو حكومة إقليم كردستان، وضمان بقائهم المادي وهويتهم السياسية اليوم هو وجود إقليم كردستان. الدولة العراقية لم تعترف لغاية اليوم بما حدث للإيزيديين على أنه إبادة جماعية. لازمت الدولة العراقية صمتا عجيبا تجاه الإبادة الجماعية في شنغال عام 14، ولم تتخذ أي إجراءات سواء أثناء الحدث أو بعده. فحتى اليوم عرفت 14 دولة ومنظمة أحداث شنغال عام 14 على أنها إبادة جماعية. في الجانب الآخر عين برلمان إقليم كردستان في تشرين الأول عام 19 يوم الثالث من آب كيوم الإبادة الجماعية. بعدها كذلك تم استقبال الإيزيديين ورعايتهم وحمايتهم من قبل إقليم كردستان، وتم افتتاح مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين، حيث أنقذت هذه المؤسسة 94% من الإيزيديات المختطفات اللواتي تم إنقاذهن. وتعلق الإيزيديون بعد الإبادة الجماعية بالفرص التي هيئها لهم إقليم كردستان، بينما دولة العراقية لم تخطو أي خطوة لغاية الآن. فحتى من الناحية المادية لم يتم تخصيص ميزانية لشنغال، ولم يتم منح تعويضات للضحايا المتضررين، بل كل ما فعلته الحكومة العراقية هو إرسال ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية إلى شنغال، وجعل ميليشيات الباكاكا قوات رسمية تحت مسمى وحدات حماية شنغال يبشة، وتعيينها كجزء من ميليشيات الحشد الشعبي، وتوطين العرب الذين ساعدوا داعش في شنغال. في خضم موقف عراقي كهذا، لماذا تحاول الباكاكا وبإصرار ربط شنغال بالعراق؟ جحيم الشعوب العراق، هل ستمنح الدولة العراقية إدارة ذاتية لشنغال؟ بداية لنسأل، هل لا ننظر إلى وضع العراق؟ فقبل أسبوعين
أقالت دولة العراقية البطريرك الكلداني الكاثوليكي لويس رافائيل ساكو من منصبه: تكافح العراق جاهدة تحجيم إقليم كردستان وتقليصه، تحرم إقليم كردستان من حقوقه الاقتصادية. باختصار، هذه هي عقلية الدولة العراقية وليست الحكومات العراقية المتعاقبة. فالعراق جحيم للعراق والشعوب والمكونات المختلفة. وعندما يكون الوضع في العراق على هذا النحو، فكيف تبدي البكك بغداد على أنها منقذة لشنغال؟ ولماذا ستمنح العراق إدارة ذاتية لشنغال؟ في الواقع يعود مخطط فصل جزء من أرض كردستان إلى الميثاق الوطني ميثاق ملي وشيعة والعرب الآخرين، فهم أيضا يريدون فصل كركوك شنغال جرميان خنق عن كردستان. هدفهم هو حرمان كردستان من سلطتها وسيادتها، لذا لا ينبغي أن يخدع أحد نفسه. فالعقلية العربية الشيعية العراقية التي غيرت ديموغرافية كركوك وجعلتها عربية ومنعت المزارعين من الزراعة تعادي الكرد تحت مسمى الإدارة الذاتية لشنغال. الهدف الوحيد هو فصل شنغال عن كردستان لا غير. عرض مسرحية لوزان الثانية في شنغال. العراق لا يساوره قلق بشأن شنغال أو اليزيدين على الإطلاق، لكن هناك العديد من الميزات التي جعلت من شنغال محط أنظار ومركز جذب كل من إيران وتركيا والعراق. أحد الأسباب هو الجغرافيا، فلديها موقع هام على الطرق المهمة للمنطقة الشيعية السنية، كما هي أيضا خط هام بين أجزاء من كردستان. لكن هناك قضية أخرى جعلت من شنغال أكثر اهتماما، ألا وهي حقول الغاز الطبيعي والنفط. فحتى الآن تم العثور على 3 احتياطيات نفطية مهمة هناك، حيث تظهر الأبحاث أن أبار النفط في شنغال أكبر من أبار كورمور. تلك دول وأذيالها ومواليها تدرك جيدا حجم ثروات شنغال، وهذا هو سبب اهتمامها وتعلقها الشديد بها. ففي عشرينيات القرن الماضي أدت المفاوضات السرية في لوزان بعد اكتشاف النفط في الموصل وكركوك إلى تقسيم كردستان في لوزان، واليوم يتم عرض نفس المسرحية. فالمسرحية التي تعرض في شنغال اليوم اكتشاف الثروات الباطنية ومشروع فصل بعض المناطق عن كردستان. لو أطلق عليها اسم لوزان الثانية لن يكون خاطئا إطلاقا. فكما تم إجبار الكرد على المشاركة في لوزان من خلال الكرد الخونة وانقسام كردستان ككل وتقسيمها، فهذا ما يحدث بالضبط اليوم في لوزان الثانية، حيث يتم استخدام الكرد الخونة والجحوش كالبكك بين بغداد وشنغال، ويتم حياكة خيوط شبكة الخيانة في شنغال بأيدي البككة.